ينعاه مضروبا على هامته، عليه صلى السيف لما سجد. علي راد يصلي فصلى عليه السيف، صلى عليه السيف. شلون حكي هذا؟ اسمع في الافق لجبريل نداء، تهدمت والله اركان الهدى، ينعى امير المؤمنين حيدرا، ينعى التقى، ينعى الحجى، ينعى الندى، ينعاه مضروبا على هامته، عليه صلى السيف لما سجدا. تبت يد ابن ملجم بقتله، خير الوصيين كما تبت يدا أفجعنا بالمرتضى خير الورى. والله خير الورى. أفجعنا بالمرتضى خير الورى، وأشمت الحسد فينا والعدا. اي والله عجبت لملا قصرت يمينه، وما به الرعب اضطرابا قعدا. شلون ما خاف هذا؟ شلون ما خاف؟ حتى لو انت تصلي شلون ما خاف؟ علي بن ابي طالب هذا من يوصل يم علي بن ابي طالب؟ شلون ما خاف هذا؟ عجبت لملا قصرت يمينه، وما به الرعب اضطرابا قعدا. يا ايها المحمول، يا ايها المحمول في نعش به قد حملوا الصلاة والتهجد، يا أيها المحمول في نعش به قد حملوا الصلاة والتهجد، نعش به جسم علي المرتضى، لا لا بل به جسم النبي أحمد، نعش به، نعش به، نعش به. شلون اقرا عليك الليله؟ ما اعرف شلون اقرا عليك. نعش به جسم علي المرتضى، لا بل به جسم النبي احمد، يمر بالوادي فتنحني له جبال الشوم، وتهوي سجدا، وتهوي سجدا، وتهوي سجدا أمام نعشك يا أمير المؤمنين. أبد الذي من بره وعطفه كان له كل يتيم ولدا، كان له كل يتيم ولدا. أكو عندي قصيدة ليالي الأمير كل سنة أقراها، وعندي قصيدة بليلة العباس هم كل سنة أقراها، حرام العيش من بعدك كل سنة بليلة العباس أقراها، وهاي بليالي الأمير أقراها. السما خمدت نور بدورها، والأرض تنعاك يا ناطورها، السما بنورك علي كانت تشع، وذكرك يخلي الملائك تجتمع. إلك تمثال بسماوات سبع، الطوفة كل يوم الجنان وثورها،
طوفة كل يوم الجناني وحور بالعروض ذكرك ذكيرك المكرمة وبيك تتنخل بشار بالموزمة الابطال تصيح يا حامي الحمى وبالسماء تتغنى بيك صقورها وبالسماء تتغنى بيك نسورها علي العروض انت جنيت الها وتد حقها ما جات بالظلوم حين انفقد هم شفت غابت ظل بلا اسد الدين بعدك قلعة طايح سورها والله الدين بعدك قلعة طايح سورها علي انت ذكرك رحمة ويحيل الكرب وانت عالكافر اشدي من الغضب بس تشوفك يا على ابطال العرب تقوم بيديها تشق قبورها والله تقوم بيديها تشق يا بطل قدام سيفك ما ركع ومرهف يرجف لون باسمك سمع مو هو يرجف سيف الشايلة من يسمع علي يقوم يرجف السيف هم يرجف يا بطل قدام سيفك ما ركع ومرهف يرجف لون باسمك سمع انت لو بالمعركة سيفك لمع للذبح كلها تسل من حورها والله للذبيح كلها تسل من حورها يلجنيت ويا النبي نفس بنفس ونور وجهك يا علي يعمل شمس شلون تاليها وصل لك الرجس والشمس تعمل عيون بنور شلون تاليها ودي انا وياكم نقرا الليلة ليلة ختام بعد هاي صار لنا 20 ليلة وياكم بركة الحسين وآل الحسين الله لا يعربنا من هاي المجالس جاه أمير المؤمنين هاي الدنيا سمعوني بهذا حضوركم وحق الحسين هاي الدنيا كلها ظلام إلا محمد وآل محمد نور كلها ظلام كلها ظلام نصيحة من أخ لأخي أقولكم إياها من كل قلبي وليلة قدر الليلة ليلة شهادة أمير المؤمنين هاي الدنيا كلها ظلام كلها ظلام كلها كلها ظلام بس النبي وآله ومجالسهم وخدمتهم نور والباقي كله ظلام فاتركوا كل شيء وتمسكوا بالنبي وآله فإنهم سفينة النجاة هاي نصيحة من أخ لأخيه تردون تقبلوها ما تقبلوها بليلة القدر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر انا الان قاعد انا وياكم الان قاعد نطبق هاي الايه تواصي بالحق قاعد اقولكم الدنيا بس النبي وآله خير وبركه وحق والباقي كله باطل كله باطل تمسكوا بيه خلنا نقرا انا وياكم يا الجنيت ويا النبي نفس بنفس ونور وجهك يا علي عن الشمس شلون تاليها وصلك الرجس
والشمس تعمل عيوني بنورها أبد ما صارت ولا ظنت تصير ينطبر مثلك يا ضغم يا أمير وانت ساجد وبإلهك مستجير وشيعتك بعدك انهجمت دور شيعتك بعدك والله شيعتك بعدك انهجمت دورها وثارك لها اليوم محطة لبا وين شا موعودنا نترقبه ثارك لها اليوم ما حد طالب يوم جمعة يوم جمعة قل له يا أيها العزيز مسنا ولا نضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا يا ابو صالح ان الله يجزي المتصدقين يا امام زماننا ثارك لها اليوم ما حد طالب وين جاء ما وعودنا ترقب والله طالت والقلوب مصوبة اشقد نعد سنينها وشهورها اشقد نعد سنينها وشهورها اخر بيت تدري كم ثار البقى ينطر هلا كم ثار تدري كم ثار البقى ينطر هلا حسين مين دفنوه ما حد غسله حسين مين دفنوه ما حد غسله وثار بيتكم غيركم ياهو إله وثار بيتكم غيركم ياهو إله آه يا زينب ويا عاشورها آه يا زينب ويا عاشورها شلون حكي حلو هذا والله آه كم آه كم آه يا زينب ويا عاشورها عظم الله لك أحسن الله لكم العزاء أدري الليلة مو ليلة محاضرة أعرف أدري قلوبكم موجرة الليلة ونريد نبكي أنا وياكم على مصاب أمير المؤمنين ونريد نختم مجلسنا وناخذ هديتنا من علي بن أبي طالب عليه السلام هذه الليلة بس ما يخالف إذا أخذ ربع ساعة ما أطول ربع ساعة محاضرة وأروح لمصرع الإمام علي حتى أقرأ بشكل كامل وبراحتي الوقت ما يضايقني ربع ساعة ختام ما أريد أقوله في هذا البحث وإلى تتم إن شاء الله تعالى أنه ارتباط العقيدة المهدوية بدنيانا من خلال أن الكون باق ببقاء الحق المتمثل بالدين والدين باق بوجود 12 كما قال رسول الله وهذا نقل غيرنا في البخاري ونقل في مسلم وكتبنا وكتبهم أبدا قلت لكم حتى النواصب ما يقدرون ينكرون هذا الحديث حديث 12 أبدا وقلت للأحبة من أول شهر رمضان هذا الحديث مو فقط من حيث العدد ما ينطبق إلا على أئمتنا حتى من حيث المضمون والمحتوى والدلالة لأن هذا الحديث دي حيثيات هاي الحيثيات ما تنطبق إلا على أئمتنا لما جمعت الحيثيات من كتب المسلمين غير الشيعة بس لو جامعة من كتب الشيعة الحيثيات الحديث 12 ما أدري قد يصيرن بصراحة ما أدري بس اللي جمعتهن فقط من كتب غيرنا
17 حيثية من واحد شهر رمضان إلى الآن أنا مبين بس حيثيتين وبقل 15 حيثية. هذا الحديث أبينهم بالمستقبل إن شاء الله تعالى. هذا الحديث الوارد في البخاري ومسلم عدهم والوارد في أهم كتبنا ما ينطبق من حيث العدد ومن حيث الدلالة والحيثيات إلا على أئمتنا، ولهذا هم احتاروا بالعدد وبالحيثيات. دلنا لمن ينطبق؟ تعال شوف لو عندي وقت أسمعك العجب العجاب. بس الخلفاء الراشدين أربعة، نخلي وياهم بني أمية يصيرون أكثر من 12، بس بني أمية ما يصيرون 12، وبني أمية كلهم فسقوا وفجوروا، هدموا الكعبة وأباحوا المدينة وقتلوا الحسين، وينهم؟ وين صلاح الدين وعزة الدين؟ جاءوا معدين بني أمية. زين، بس بني العباس أكثر من 12. زين ذول 12 منو؟ حارب. ووصلت حيرتهم إلى درجة، بس باوعولي باوعولي، وصلت حيرتهم إلى درجة أن يقول ابن الجوزي في كشف المشكل، أكو عنده كتاب اسمه شنو؟ أكو أحاديث مشكلة ما نعرف معناها، فخلى حديث الاثنى عشر بياء كتاب المشكل. يقول هذا الحديث كل ما أرد فهمه، النبي يقول لا يزال الدين عزيزا مثل ما بينا قائما باثني عشر. ذول الاثني عشر منه ما قاعد نعرف إلى أن قال بالنص، والمجلس الآن يبث على الهواء، إذا الكلام مو دقيق يقدرون يطلعون بالتلفزيون يقول هذا الحكي مو دقيق. هم عندهم فضائيات أكثر من فضائياتنا، وعندهم إمكانيات أكثر من إمكانياتنا، وعندهم فلوس أكثر من عندنا، يقدرون يردون بسهولة. يعني إحنا الآن مو نحشي في شيء خاص. راح أقرأ النص. يقول ابن الجوزي هذا الحديث الاثني عشر قد أطلت البحث عنه، أطلت وتطلبت مضانه. يعني كل عالم من العلماء سبقوني حكبي، دورت كل الكتب وسألت عن العلماء اللي بزمني والعلماء السبقوني قرأت كتبهم، فما رأيت أحدا وقع على المقصود به. شو رأيك بهذا الحكي؟ كشف المشكل جزء واحد صفحة 449، وهاي الفقرة عن ابن الجوزي ذكرها ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري جزء 13 صفحة 181. هذا واحد سجل يمك. طبعا اثنين قبل هذا اثنين، وقال ابن بطال عن المهلب لم ألقى أحدا يقطع في هذا الحديث. تدرون هاي الشاشة خطرة؟ يعني حتى اللي رهموا الحديث شلون ما كان، يعني مثلا قالوا الخلفاء الأربعة خلنا نختار لنا فد ثلاثة من بني أمية، خلنا ناخذ لنا فد أربعة من بني العباس، هيك مع أنه النبي يقول الاثني عشر شنو؟ متسلسلين، ماكو تش لعب، ماكو تش لعب. يقول حتى الرهموش لون ما كان قطعوا بترهيمهم، يوم ما قطعوا، ما قطعوا، قالوا والله يعني هذا نقدر له. يقول المهلب لم ألقى أحدا يقطع في هذا الحديث بشيء معين، نفس المصدر السابق كشف المشكل فتح الباري. هاي صار كم وثيقة لحد الآن؟ والله اسمع لي هاي الوثيقة. يقول الحافظ ابن العربي المالكي كما في شرح الترمذي، والترمذي صاحب أحد الكتب الستة، صحيح الترمذي بعد أكو شرح لهذا الصحيح. يقول الشارح عارضة الأحوذي في شرح الترمذي جزء 9 صفحة 69، شوف شو يقول. لم أعلم للحديث معنى، شنو؟ لم أعلم للحديث معنى. هاي كم شهادة لحد الآن؟ من كبار علمائي. لا يزاد الإسلام عزيزا مواليه 12 بالبخاري ومسلم، بس من ذول 12 ما كان يعرف. سهلة، ليش ما تعرفون؟
سهله سهله. المفروض شنو؟ المفروض تعرفون سهله. المفروض تعرفون. شوفوا قبلكم قضيه بعد اخرى اذا تلتفتون. نفس السند الورد وين؟ بالبخاري بحديث الاثني عشر، لقيته نفس السند او في مسلم، يقول كلهم من قريش. نفس السند الحديث ورد بكتاب ينابيع المودة للقندوز الحنفي، ما يقول كلهم من قريش، بنفس السند الرواية بنفس السند يقول كلهم من بني هاشم. سؤال، الحديث واحد والسند واحد، ليش هناك صار من قريش، ليش هنا صار من بني هاشم والعالمان من غيرنا؟ من حقي أسأل يوم من حقي أسأل. هذا واحد. مرحلة ثانية، سواء كان النبي قال كلهم من قريش والنبي قال شنو من بني هاشم، النتيجة واحدة. هذا الحديث من حيث العدد، لأن أمتنا سادت قريش، هذا الحديث من حيث العدد ومن حيث الدلالة والحيثيات أنتوا قلتوا ما إلى معنى، ما ينطبق إلا على الثنعش العدنة. قلت من بني هاشم كما ذكر القندوز الحنفي، يو قلت شنو كلهم من قريش كما ذكر البخاري ومسلم، أئمتنا سادت قريش. هسه إذا من قريش، هذا نهج البلاغة بين يدي. شوف الشغل شلون يصير، باعولي بس باعولي. خطبة 142 بنهج البلاغة، خطبة 142 بنهج البلاغة. تردون بعد توثيق أكثر من هذا شنو؟ وأنا شايل وياي كتاب بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة مجلد 3، قاعد يشرح خطبة 142. الخطبة شنو تقول؟ أنا الكلام على شنو جبته؟ أريدكم أهل وعي وثقافة. الكلام على شنو جبته؟ كلهم من قريش كما روى البخاري ومسلم، يوم من بني هاشم كما روى القندوزي في الينابيع، ما ينطبق إلا على أئمتنا من حيث العدد ومن حيث المضمون والحيثيات. باوعولي شوف الإمام علي شنو يقول. خطبة 142 نهج البلاغة اللي شرح الإمام محمد عبده، وهو من رموز غيرنا، مو من علمائهم العاديين، من رموزهم، شرح نهج البلاغة، وشرح المعتزلي ابن أبي الحديد وغيرهما من رموز غيرنا، فضلا عن شروحات علماء الشيعة، الله يحفظ الموجودين منهم ويرحم الماضين. يقول الإمام علي، الأحبة عافوني لو ياي كون تساعدوني بالانتباه، حتى لأنه أنا عيني على الساعة، المصر عرض أطيح حقه واردن عبراحة الليلة. يقول علي، أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا؟ وينهم؟ خلي تفضلون هذا الميدان، تفضل. تقول إحنا راسخون بالعلم، صيروا قبالنا خلينا نتناقش. وينهم؟ ما حد قام. هذا علي كان يخطب على المنبر، مو بيني وبينك، على المنبر آلاف المسلمين جوا المنبر، ما حد قام. ليش ما حد قام؟ هاي خطبة، خطبة هاي خطبة أمام المسلمين. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. الإمام علي يقول أصلا وين اللي يدعي غيرنا راسخ بالعلم؟ وين أخي؟ قوم يلا تتوكل على الله. علي بن أبي طالب شلون بساحة المعركة يقول يلا يريد يبارز لي خلي يقوم، ما حد كان يقوم. علي بن أبي طالب بميدان العلم هم نفس الشيء يقول يلا يبارز لي خلي يقوم، ما حد يقول. ويقول لك ليش علي بن ابي طالب؟ من عندكم غير علي بن ابي طالب حتى امشي وراه؟ حتى ربات الحجال افهم مني افقه مني امشي وراه؟ منو؟ اين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا وبغيا علينا ان رفعنا ووضعهم. الله رفعنا وشنو؟ ووضعهم واعطانا وحرمهم. أحسنتم، زين. وأدخلنا وأخرجهم. إن شاء الله يا الله. يا رسول الله ليش سديت كل البيبان على المسجد وتركت باب علي؟ قالهم ما أنا فعلت ذلك، الله أمرني بذلك.
شافوا النبي شاور علي قالوا له ليش ناجيت يا محمد دوننا؟ قال الله أمرني بمناجاته دونكم. الله قال لي هذا الأمر بس قول العلي، غير علي ما يصير تقول الواحد. أنا شنو البيبان على المسجد؟ الله قال لي سدهن كلهن بس علي يبقى بابه مفتوح، لأن علي باب مدينة العلم، باب مدينة العلم شلون تنسد بابه؟ علي طاهر مطهر، فماكو محذورات من يدخل المسجد، طهركم تطهيرا. يقول علي أدخلنا وأخرجهم بنا يستعطى الهدى، اللي يريد هدى وهداية خلي يجينا احنا نهديه. بنا يستعطى الهدى، هاي 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 هاي. بعد ويستجلى العمى، اللي يريد يشيل العمى من قلبه كون شنو؟ كون يجينا حتى نشيل العمى عن قلبه. هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد. ويستجلى العمى إن الأئمة، إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم. ها بعد سويها كلهم من قريش، كلهم من بني هاشم، شلون ما تريد تسويها شنو؟ تنطبق على أمتنا. هاي خطبة لعلي بن أبي طالب في نهج البلاغة 142، شرحوه علمائك شرحوه واعتقدوا بصحة كل ما فيه، وخطب علي بن أبي طالب. هاي هذا علي بن أبي طالب يقول إن الأئمة من قريش لا يزال الدين عزيزا ما ولي 12 كلهم من قريش، يقول إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم. الإمامة ما تصير لغيرهم، ما تصلح عمي ما تصلح، ولا تصلح الولاة من غيرهم. بعد شنو تريد أوضح من هذا؟ ويجي بعض الوقحين من غيرنا يقول نهج البلاغة ليس فيه فقرة واحدة تقول الإمامة لعلي وأولاده. إيش قد وقح هذا يعني؟ إيش قد صلف ووقح اللي نهج البلاغة بيه هكي حكي ويقول أتحداكم إذا تجيبون فقرة واحدة بنهج البلاغة تقول الإمامة بالنص من أهل البيت. شوف وأنا قاعد أقرأ من المصدر يوم نجي أبي من المصدر، وانطيتكم رقم الخطبة بنهج البلاغة تقدرون ترجعوا لها الخطبة وتقروها، انتوا تقروها. هسه بعد تريد تسوي لي اياها من قريش من بني هاشم علي بن ابي طالب حسب الموضوع وانتهى. لا تتعب نفسك. اجا بعضهم ضعوا علي، اجا بعضهم قال يا بهاي عقيدة الاثني عشر امام اصلا انتوا الشيعة ما كانت عندكم قبل القرن الرابع، اصلا روايات وارده في كتاب قبل الكافي تقول 12 امام شنو؟ انتوا ما عندكم اصلا، ايش خبصتون 12 12؟ اصلا ما عندكم 12، انتوا الشيعه من لكم 12؟ دباوعلي. وطبعا بعض اللي قالوا هذا الكلام واحد منهم كان يدعي التشيع وانحرف عن التشيع، انحرف عن التشيع وهو الان في دوله خارجيه ويحكي هذا الحكي، يقول اتحداك أن تجيبون رواية واحدة في مصدر قبل القرن الرابع تقول الأئمة شقد؟ 12. لا تجيبون الكافي، الكافي بعد هاي بعد هذا القرن يعني رابع، احنا نريد ثالث، احنا نريد شنو؟ ثالث، قرن ثالث. وما أولا قلنا للكافي من جاب روايات الاثني عشر وغيره، الكافي جاب الروايات مسندة يو غير مسندة؟ مسندة. فلما تكون مسندة يعني طبقة تروي عن طبقة إلى أن تصل إلى آل البيت للقرن الأول أصلا، هذا واحد. اثنيا هذا كلامك مو صحيح، مو صحيح، مو صحيح. شلون مو صحيح؟ هذا بين أيدينا كتاب بصائر الدرجات للصفار، والصفار من أصحاب الإمام الحسن العسكري
من أصحاب الإمام الحسن العسكري، وهو من علماء القرن الثالث، في كتاب بصائر الدرجات، وهو بين يدي بصائر الدرجات. تفتح الكتاب يا من أعمى الله عينك وقلبك، تلقى في باب في الأئمة أنهم محدثون هاي الرواية. سمعت أبا عبد الله الصادق يقول نحن 12 محدثا. شنو يعني محدثا؟ يعني الملائكة تكلمنا، الله يلهمنا، احنا 12. يقول الإمام نحن 12. هاي رواية بصائر الدرجات، هاي رواية أخرى أيضا. يعني أنا شفت 3 روايات على الأقل، لقيت 3 روايات في بصائر الدرجات تقول أنه نحن شنو؟ نحن 12. هسه المهم، المشكلة الرواية طويلة، أنا قاعد أدور. هاي مثلا قال رسول الله، لجعل الصادق، هاي النبي، قال رسول الله من أهل بيتي 12 محدثا. من أهل بيتي 12. هذا القرن الثالث. وبعد روايات أخرى أنا هم شفتها، روايات أخرى هسه الآن كون واحد يدورها على كيفه. ضحك على الناس، كذب على الناس، دجل على الناس، وذولا ما جايين هتشي، ذولا ما جايين هتشي، ذولا جايين اكو من يدزهم، اكو من يشتغلهم، اكو من يعطيهم، اكو من يعني الامور ما جايه. ومذهب اهل البيت محارب من ذاك الوقت لهذا الوقت. يعني وانا اتكلم عن مذهب اهل البيت، مذهب اهل البيت، مذهب أهل البيت، مو أدافع عن واحد فاسد ومنحرف يدعي الانتماء، لا مو هذا. أنا أتكلم عن جعفر الصادق، عن موسى بن جعفر، عن علي بن موسى. أنا أتكلم عن مذهب أهل البيت، هذا أتكلم عنه وأدافع عنه. وأتباع هذا المذهب الحقيقيين مثل عمار بن ياسر، مثل سلمان، مثل أبو ذر، مثل مقداد، مثل حبيب المضار الأسدي، أصحاب أهل البيت، أنتوا الشيعة الكرام، أنتوا 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 شيعة أهل البيت عليهم السلام، أنتوا أنتوا شيعة أهل البيت. أدافع عن أهل البيت، ذولا أهل البيت وشيعتهم ذولا، يعني مو قصدي شيء آخر حتى الكلام يكون واضح. أنا أفرق بين هذا وذاك. قلنا لا يزال الإسلام عزيزا باثني عشر وقائما باثني عشر كما في مسلم. والإمام علي يقول أهل البيت بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم علي، وبهم علم القرآن وبه علموا كما يقول علي عليه السلام. هذا هم قلت على الأقل أهل البيت عندهم أساليب لإيصال القرآن للناس. الأسلوب الأول استنطاق الآية، البارحة جبت أول بارحة. الأسلوب الثاني من أساليب تفسير القرآن ها أحسنتم تفسير الآية بآية أخرى، وجبت بعض المصادر. الطريقة الثالثة يفسرون القرآن بطريقة ما تصل إلى أذهان العامة، وجبت بعض المصادر. الأسلوب الرابع اللي يفسرون بالقرآن بسرعة أروح المسرح الأسلوب الرابع اللي يفسرون بالقرآن أهل البيت عليهم السلام، يفسرون القرآن من خلال بيان أعلى المصادر، من خلال بيان أعلى المصادر. يعني مثلا أجيب لكم مثال، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، قالوا الصراط علي. من يقولون الصراط علي، هذا مو معنى الأنبياء عليهم السلام مو صراط، الأنبياء هم شنو؟ صراط، هم صراط، لأن الأنبياء أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما في الآية الكريمة، الأنبياء كلهم صراط المستقيم. لأما يبينون أكمل المصادق، أكمل المصادق محمد وعلي، أكمل المصادق. مثلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، قالوا الأمانات الإمامة، إمام يؤديها الإمام. هذا مو معنى أنه ما تنطبق الأمانات على بقية الأمانات، يعني أنت هم مخاطب بهاي الآية، نصير عندك أمانة أديها، بس أعلى الأمانات وأعظم الأمانات شنو؟
أهل البيت عليهم السلام مثلا قالوا إحنا النعمة، هذا مو معناه بقية موارد النعمة مو نعم، لا نعم، بس هم شنو؟ أعظم نعمة، هم أعلى مصاديق النعمة عليهم السلام. مثلا ما أدري هسه مصاديق كثيرا، أنا مو ببالي مصاديق كثيرا، هذا هم الأسلوب الرابع. الأسلوب الخامس يجيبون الآية ويخلون بسياق الآية بأثناء الآية جملة توضيحية، هاي الجملة التوضيحية مو من ضمن النص القرآني وإنما هي أشبه بالتفسير. مثلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بين قوسين في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هاي في علي مو شنو؟ مو ضمن الآية، وإنما أهل البيت خلوها كتوضيح أنه بلغ ما أنزل إليك من ربك، بمن بلغ؟ يقولون في علي عليه السلام. هاي الرواية وغيرها اللي بيها هالشكل طريقة بتفسير القرآن، بعض غيرنا لزمها وقال قرآن الشيعة بيه إضافات إحنا ما موجودة عندنا. بعض الإنسان من يفتهم زايد يحكي، من فهمه يزود، بعض الإنسان بعض الأحيان فهمه يزود يصير أكثر من اللازم، فهيجي يفهم الأمور يعني، هيجي يفهم الأمور. وإلا هي الآية ذيك الآية نفسها، لا بيها زيادة ولا بيها نقيصة، بس أهل البيت يخلون جملة أثناء كلامهم بالآية وتفسيرها لأصحابهم يوضحون الآية من خلالها. نقطة راس صفر. وهناك أساليب أخرى كثيرة لتفسير القرآن الكريم، ولهذا القرآن قام بهم، نتركها إلى وقت آخر إن شاء الله تعالى. تعبناكم هاي الليالي، روجناكم هاي الليالي، أشكركم، أشكر حضوركم، أشكر محبتكم، أشكر هذا الحضور المتواصل من واحد شهر رمضان إلى الآن. نلتقي بكم إن شاء الله كل سنة على الخير وعلى حب علي بن أبي طالب بجاهه عند الله. الله يحفظ هاي الوجوه الكريمة ويديمها ويعزها بجاه محمد وآله الطاهرين. ألذ ما في الدنيا وأجمل ما في الدنيا هو أنتم ووجوهكم الطيبة، وحق علي بن أبي طالب، وهاي مجالس الحسين، والدنيا غير هاي المجالس كلها سراب وضياع، لا تطاردون هذا وذاك وما أدري منه، حزب فلان وعلان، وعفون كلهين شلبوا بمحمد وآل محمد. اللي يحبكم هيك يقولكم حتى لو يعرض نفسه للخطر، هاي أمانة، منبر الحسين أمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، منبر الحسين أمانة، حتى لو عرض نفسه للخطر أنا أقولكم الأمانة أديها إن شاء الله كما هي حتى ما أحاسب يوم القيامة، وإن تعرضت إلى ما تعرضت إليه، المهم أنتم وهدايتكم واستمراركم. إلزموا أهل البيت، والمرجع الجامع للشرائط بالعلم والتقوى والورع ومخالفة هواه وإطاعة أمر مولاه، هذا هم تمسكوا به بحلالكم وحرامكم ومجالس أهل البيت. النجاة بالدنيا بذني، غير ذني ضياع وتهلك، تتورط بدم وتتورط بمال وتتورط، لا تورط نفسك، صير مؤمن وخير صلاتك وصومك ودينك وصلاتك وحلالك وحرامك ومجالس الحسين وإحياء شعائر الحسين. النجاة بذني، غير ذني ضياع، صير سبع وحافظ على دينك. اللهم اشهد أني بلغت والسلام. هذا اللي يحبكم هيك يقولكم، اللي ما يحبكم يغشكم يغشكم. الله يديمنا على ولايتك يا أمير المؤمنين. الله يديمنا على ولايتك يا أمير. في مثل هذه الليلة، شلون أقرأ الليلة؟ ما شلون أقرأ. في مثل هذه الليلة أخذ علي يجود بنفسه. صلوات الله وسلامه عليه يئن من جرحه، وقد سرى السم في كل جسده. أخذ يوصي أولاده بوصاياه قائلا لهم أولادي، وهذه وصية الإمام علي لكل شيعته، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان، اتباع الهوى وطول الأمل،
فأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق، وأما طول الأمل فإنه ينسي الآخرة. ثم أنه أوصى الكبير بالصغير وأوصى الصغير بالكبير، التفت إلى أولاده من غير فاطمة فأوصاهم بلزوم طاعة أولاد فاطمة، وقال لأولاده وأوصى أولاده من فاطمة برعاية أولاده من غير فاطمة، ثم قال لهم أولادي الله الله بالصلاة فإنها عمود دينكم. يا الله اللهم اجعلنا من المصلين، حتى على فراش الموت موعظة وعلم على ابن أبي طالب، كل علم وبركة وخير على ابن أبي طالب. الله الله في الصيام فإنه جن لكم من النار، الله الله بالزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم، الله الله بالقرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به أحد قبلكم، الله الله في الأيتام، الله الله في الأيتام، أبو الأيتام يوصي بالأيتام، الله الله في الأيتام فلا يضيعوا بحضرتكم، فلا يضيعوا بحضرتكم، إلكم آية بلكم وإلي أنا على المنبر وإلكم، فلا يضيعوا بحضرتكم. إذا تعرف لك يتيم محتاج دير بالك عليه، الدنيا ما تسوى عيوني، أنت الفقير المحتاج المريض، انتصر كريم حبيبي لا تخاف. نعم أيها المؤمنون. ثم التفت إلى كل أولاده قائلا أولادي، قالوا لفداك أنفسنا يا أمير المؤمنين، أنفسنا، قال أولادي أوصيكم بزينب خيرا. ما أنا جنت مخدرت قوم ولي، شان حيدر هو عودي وشافلي، وحتى من طبراه قال لي تدللي عن يميني الشمس واليسرى قمر. قال أوصيكم بزينب خيرا، لما سمعت زينب قالت لأبا يا أمير المؤمنين، أم أيمن سولفت لي عن حديث كربلاء، وقالت لي أنت مسولف لها عن حديث كربلاء، وقايل لها نجي إحنا بنياق هزيلة إلى الكوفة يتبرج علينا الناس، سولف لي عن حديث كربلاء. قالها بني الحديث كما حدثتك أم أيمن، وأنا الليلة ما عندي طاقة أسولف، ما أقدر أسولف، السم سرى في جسدي والألم أخذ مني ما أخذ. أولادي أوصيكم بزينب خيرا، ثم سكن أنين الإمام سلام الله عليه وعرق جبين الإمام عليه السلام. زينب قالت له أبا هل أن حالتك تبشر بخير؟ أشوف ونينك هدى يعني هدى، وأشوف جبينك عرق، شنو صار بويا؟ قالها أنا سامع النبي يقول يا حبيبتي يا ابنتي إن المؤمن إذا نزل به الموت قالت لأبويا لا تكمل، قالت لأبويا أبويا أبويا العيد جانا شلون والله انا جاي للمجلس هنا، قالوا لي شيخ نطور سيد جاسم طوانه تعبان هاي 20 ليله بس اقرا له ما اكسر قلبه. الله يرحمك سيد جاسم خادم الحسين، الله يرحمك ويرحمك خدمة الحسين. قال العيد جانا شلون والله ابويا شلون بالعيد يا ولا حبيده يا صندي، احنا كل صبح عيد اول واحد نبوس يدك ماما يا
ابوك يا يابا ان شاء الله بعيد. المهم الامام عليه السلام من بعد ذلك قالهم اولادي استودعكم الله، بس قبل ذلك قال للحسن ولدي حسن اذا متت خليني على دكة المغتسل ولا تحركني فان الملائكة هي التي تحركني. تتبرك بعد الملائكة. وحنطني بفاضل حنوط رسول الله، اذا اكملت تجهيزي ضعني على السرير ثم صلي علي وكبر علي سبعا، وهذا لا يكون لأحد من بعدي إلا للمهدي ولدي. بس أنا سبع تكبيرات، البقية خمسة، حتى الأئمة خمسة، بس علي والمهدي سبعة. إذا أكملت الصلاة سيرتفع مقدم السرير فارفعوا المؤخر، وأينما وضع المقدم فضعوا المؤخر، ستجدون قبرا محفورا مكتوب فيه هذا ما ادخره نوح نبي الله لولي الله علي بن ابي طالب عليه السلام. ثم ان الامام قال اولادي استودعكم الله. اقول يا لا. الله اكبر الله اكبر يا امير المؤمنين. الليله راح تغمض عيونك يا علي يا ابا الحسن. المصيبة ما تمر إلا بالسنة مرة واحدة يا جماعة، المصيبة دموعنا تجري لها بالسنة مرة. هذا أبو الأئمة علي بن أبي طالب. ثم أن الإمام غمض عينيه، الله أكبر، ومد الإمام رجليه وقضى نحبه رحم الله من نادى. أكبر يا علي، رحم الله من نادى وعليا. أيوا مظلومة يا بابي شكشي يا نبو دمع العين دمسال، يا دمسال، وصاحت بصوتي صدع الجبال بويا، والله صاحت بصوتي صدع الاجبال، بعيد البلا من الدار تنشال. الله الله بويا، بعيد البلا من الدار تنشال، وموحش مجانك يضل يا هلال. ابتدى الامام الحسن بتغسيل امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وصل الى راس الامام علي يريد يضمد غسله. واسمع عليك ابا الحسن، سمع صوت منك صعد بعد الجرح شدة بعد علي بن ابي طالب جده وراسه، الحسين جده زينب يوم العاشر. قال له شعدت شجيتي؟ قالت له ارد شد جروحك. قال له فوق الالف جروح شد. قال له بلسان الحال زينب يا حزينه، يا جرح من جسم زين والضم ديمه، شفيت تضميدك وجسم مقطع عينه. شلون نقرا شلون نحكي؟ والله ما خويا بهذا الجرح شده بهذا، يا خويا عليه التجرة انشلت ايده، والله يا خويا شديدة طبرته، والله شديدة. كمل الامام غسل الامام علي، خلاه على السرير، صلى عليه، كبر عليه سبعا، ثم ارتفع مقدم السرير، الملائكة شالوه.
الإمام الحسن الحسين، أولاد الإمام علي العباس، أولاد أم البنين، كذا ابن الحنفية، كذا كذا، شالوا المؤخر. مشى النعش خطوة خطوتين، وإذا الإمام يسمع صوت: ونا ونا يا شيال نعش أبوي ونا. أريد دمعة، ها ليلة قدر الليلة، كملنا مجلسنا الليلة. فاطمة الزهراء نظرينا على حساب علي بن أبي طالب، وجوهنا ما تسوى تباوعيننا، نمشي عليك علي بن أبي طالب باوعيننا. فاطمة الزهراء يوم القيامة راح نجيكم بالدمع على الحسين، ترى انتوا قلتوا لنا البكاء على الحسين يحط الذنوب العظام. انتوا قلتوا لنا يا ابن شبيب ان كنت باقيا فابق الحسين، انتوا قلتوا لنا، انتوا علمتونا. يا با ونا ونا، ليش ما تقراوا يا عيالي تعزي الليله؟ يا با ونا يا ونا يا شيال نعش ابوي ونا. شلون اقرا يا حلوه هاي؟ الله يرحم خطبائنا، هاي اطوارهم الحلوه هاي. صوت سيد جاسم، عبد الزهرة، شيخ هادي، الله الاسماء هاي الحلوه. يا با ونا يا شيال نعش ابوي ونا، يردن بناته يودعن. يا بي ودعنا يا ويردن يشبع نشوف منه، اولا يا ابونا الراح منه، ريض لي يا شيال نعشة انا بدموع عيني اردرج. والله يا حسن صار البيت وحشة، وام كلثوم هل تصرخ بدهشة. يا با اوقفوا وقفوا، بشت زينب قالها: اخويا احنا ابونا كون قبل لا يطلع الفجر ندفنه، لان ذولا بني اميه يردون ينبشون قبر ابونا، فاحنا كون نضيع قبره فتره من الزمن، فاحنا كون قبل لا يطر الفجر دافنين ابونا. كافي بعد زينب، قالت له كافي. رفع مقدم السرير مره ثانيه، اولاد شالوا المؤخر، مشى النعش بيهم. الإمام الحسن يقول: والله ما مررنا على حجر ولا على شجر إلا وسمعنا صوتا: السلام عليك يا أمير المؤمنين. يقول: وصلنا لقينا قبر محفور بهالمكان الطاهر هذا في النجف. يقول: دفننا أبونا وأهلنا عليه التراب. أبو تراب أهالوا علي التراب، هالوا عليه التراب ورجعوا. الحسن قال للحسين، قال له: اخويا ترى زينب عفناها تبكي، كون نرجع. رجعوا، دخلوا الحسن والحسين للبيت. شوف الشاعر شو يقول، الله يرحم شعراء الحسين: زينب بكت والعين عبره عبره، يا بعبرة اجت للحسن قعدت بكترة، تقل عليك امك الزهرة. قال: هذا قسم عظيم، ايش رايد اخويا؟ تقل عليك امك الزهرة، اخويا دلنا على ابويا وين قبره، خويا دلنا على ابويا وين قبره، نرد اصل يمه واخبره. شو تخبري زينب؟ يا باخبره، اقول لك كسرني زماني شلون كسره. اخذها وطافت قبر امير المؤمنين ورجعت. اكو يوم ثاني، اليوم الثاني زينب طلعت قاصده الحسين بيه.
لا بالله اسمعني ارجوك. شوف شوف والله يا اخوة لا انا اعرف ولا الدنيا تعرف زينب شلون طلعت يوم عاشوراء وشلون اندلت الحسين ما اعرف. بين 70,000 خيال زينب، الدنيا تراب هبت ريح صفراء يوم العاشر، السماء قام الذب دم، الارض دم، جبرائيل يصيح بين السماء والارض: ايتها الامة المتحيرة الضالة، لا وفقتي بعد اليوم لا لفطر ولا لاضحى. امة تقتل الحسين الله يغسل حظها. جبرائيل يصيح: وا حسينا. زينب طلعت، زينب عمرها ما ماشية بين زلم وخيول، وش معه مو هذا، وين زينب؟ زينب مدللة ومعززة ومكرمة، بت نبوة زينب، بت امامة زينب، بت بني هاشم زينب وعز بني هاشم. هاي القصة انا من اقراها ودي اموت عليها، وان شاء الله الله يرزقني الموت على الحسين في يوم من الايام، بجاها عند الله. ابو طالب يوم من الايام، اخذ لي دقيقتين ثلاثة يا يسمحوا للرواديد الله يحفظهم دقيقتين، وما لي شغل بالبث انقطع يوم ما انقطع، بس قلبي يوجعني ارد اقول هاي الحكايه واختم ثلاث دقائق. ابو طالب يوم من النبي يوم من الايام كان طالع النبي، ذولا ابو سفيان وربعه الشكولات هاي، شابوا قمامه وكذا ذبوها على رسول الله، تراب على عمامته على وجهه على كذا. النبي عافهم ومشى، دخل على ابي طالب عمه، ابو طالب قال له: ولدي محمد؟ قال له: نعم. قال له: انت صاحب الوقار والسكينه والجمال، ليش تش عمامتك وملابسك؟ قال له: يا عم مريت على فلان وعلان، ذولا ذبوا علي التراب والوسخ وكذا. ابو طالب رجال عمره 90 سنه، شبير قام يرجف، بني هاشم ذولا. قال له: ناولني سيفي. ابو طالب موجود وهيك يصير بيك؟ واسفه ولدي محمد، والله لأقلب سافلها عاليها اليوم، وأنا أبو طالب، أبو علي أنا، أبو جعفر أنا. أخذ سيفه وهو شايب، قال لهم صيحوا لي الحمزة، صاحوا للحمزة، طلع هو وحمزة والنبي وياه. إجا لقى ذولا قاعدين داير ما داير الكعبة، الهوى ما يوصل آنافهم من الغطرسة والفرعنة، خدم حشم جنود حماية، خالين عطور وارقى ثياب وقاعدين فناء الكعبه، مسوي لهم جلسه خاصه وعبيد وغلمان عدهم وكذا والى اخره. ابو طالب يرجف السيف بيده، قال له: محمد منو اذاك من ذول القاعدين؟ قال له: هذا هذا هذا. ابو طالب شال شكو قمامه شكو تراب، لطخ وجوههم عمايمهم لحاياهم، وقام يجر الواحد من لحيته يسحله بالقاع. قال لهم: الرجال بيكم يمد ايده السيفه، وانا ابو طالب وحمزه هم وياه. باوع للنبي، قال له: ولدي محمد يكفيك ذلك لو تريد بعد اهينهم؟ قال له: مكتفي يا عم. اخذ محمد وراح. اقول له: يا ابا طالب لو رايت زينب يوم اسا محمد شي يصير؟ رجل محمد انت هج عندك غير علي، لو اشوف بنياتك بسوق الكوفة وسوق الشام. صاحت ويت الدعاء، صاحت: وين الذي سج بطريجه؟ وين اهل الحس يا عمي؟ وين العرب الاصلاء الاقحاح؟ وين الذي سج بطريجه والريح لو لوح رفيجه؟ يا برفيجه يصل الهلي ويظهر نشيجه، يصل الهلي ويظهر نشيجه، يصعد البطحه ويشق زيجه. مصيبه كبيره يا با، يصعد البطحة ويجد زيجة ويعز النبي ويخدر خديجة. شي يقولها؟ يا با خديجة يبس حسين العطش ريجة، يا با يبس حسين العطش ريجة، وعدوة بجعليه وصديجة بعد، وشبت بالمخيم حريجة لمحمد يحشمه ويهيجة، يسل صار مل يرهب دريجة، ويقل ابو قد زينب بضيجة، ويقل عبد زينب بضيجة.
تفضل حبيبي.